الكرام، أشواطنا متواصلة من داخل أرضية الميدان، شوت يلي شوت وتحدي وراء تحدي هنا في انتظار أولى أشواطنا لأشواط الصعوب. أول ظهور لتلك الأصائل من داخل أرضية الميدان، انطلق الشوت السابع المخصص للبكار الصعوبي، رحلة مسافية 1500 متر مع انطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات. أول ظهور لتلك الأصائل من داخل أرضية الميدان وهي تسعى لتكون حاضرة وجاهدة هنا في التحدي. أبدأ وأتعرف مباشرة المقدمة الشاهينية صالح بن سعيد بن عبد الله المري إلى مقدمة الشوت، من تقتفي أثر الشاهينية. وصلت شقرة لعلي بن دخيل بن سعيد المري، ينطلق معنا بشقرة المركز الثالث وصول دخول شواهين لسلمان بن محسن هنديد المري، المركز الرابع وراقب من ميمنة الميدان هناك من وصلت الشاهين لحمد بن سعيد بن سعيد، وصلت الشاهينية هناك لحمد بن سعيد الهاجري، ينطلق معنا بشعاره. المركز الخامس صار التقدم والوصول، وصلت شواهين عجيان بن محمد بن جار الله البري. هذه أسماء خمسة انطلقت واندفعت، خمسة شعارات كما ذكرناها، أما بقية الأسماء وبقية الشعارات حتما ستكون حاضرة مع التحدي هناك مع النداء الأخير. 700 متر أخيرة تفصل ناموس هذا الشوط عن مقدمة الشوط يا صالح. صالح بن سعيد بن عبد الله ينطلق إلى مقدمة الشوت ليعلن سيطرته على المركز الأول والتحدي الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن ركز على القادمة بقوة. ارصد هناك شواهين عجيان بن محمد بن جار المري، ارصد شعار شواهين. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله على الشوط، الشوط ولع. ولكن المقدمة الشاهينية صالح بن سعيد بن عبد الله المري ابو سعيد الى مقدمة الشوت مع 300 متر اخيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، النقطة الرابعة في هذا الصباح الجميل. يا ابو سعيد يا ابو سعيد، صباحك سعيد بهذا اليوم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الانطلاقة والتحدي الشاهينية. صالح بن سعيد بن عبد الله المري ينطلق معنا إلى مقدمة الشوتة ويأتي برابع النقاط في هذا الصباح الجميل. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار، لك منا سلام وتحية واحترام على هذا الأداء وهذا الرقص التلقائي الذي قدمته الشاهينية. المركز الثاني وصلت شواهين عجيان بن محمد بن جار المري، المركز الثالث وصلت شواهين لسلمان محسن انديل المري. التوقيت الزمني دقيقتين 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.